ورجعنا لكم بعد الفاصل. والفقرة دي يا جماعة بناء على رغبة حضراتكم، احنا كنا من اسبوعين فاتوا كنا اتكلمنا عن الايتام ومشكلات الايتام ويعني اهم متطلبات الايتام، بس انا عايزة المرة دي اناقش الموضوع بشكل مختلف شوية، لان يا جماعة اتضح او احنا عارفين ان يعني ان مش كل الايتام اللي موجودين في دور الايتام هم ايتام، يعني في منهم بيكونوا ماشي دول اهلهم بودنهم يعني لضيق الحال او كده، ده شيء احنا عارفين، لكن في منهم بقى ان اللي كان بيبقى تايه من اهله من سنين طويله او مخطوف واهله مثلا دوروا عليه كتير وفي الاخر لم يعثروا عليه وخلاص وفشلوا، لان انا عرفت من خلال ضيوفنا اللي هنتعرف عليهم دلوقتي ان في اولاد في سنهم بعد 18 و19 سنه هم بالفعل وجدوا اهاليهم وبعد ما عملوا تحليلات الدي دي ان ايه اتضح ان هم دول ولادهم وفات من الوقت 18 و19 سنه. فانا عايزه من خلال برنامجي انا اوجه نداء واوجه دعوه لاي حد تاه منه او ضاع منه ابنه او بنته من سنين وفقد الامل ان هو يعصر، لا يدور تاني ويلاقي تاني في دور الرعايه، لان للاسف ساعات ان مثلا يعني ولد طفل بيلاقوه في محافظه بيودوه في محافظه تانيه خالص بعيده في دور الايتام وهم ممكن يكونوا بيدوروا في المحيط. فمن خلال برنامجي انا بوجه الدعوه دي، وان شاء الله اي حد يكون ضاع منه ابنه من سنين ما يفقدش الامل ويرجع تاني يدور لان ممكن يلاقيه. احنا معانا فوزي علي جابر، اهلا بك يا فوزي، منورنا من جديد. وهاني رمضان عبد الغني، اهلا بك يا هاني، منورنا. ابدا معاك بقى يا فوزي، طبعا انت سمعت كلامي، انا عايزه بقى تحكي لنا وقت ما تم العثور عليك كان عندك كام سنه وكنت في انهي محافظه والملابسات كامله. انا لما فتحت عيني في الدنيا لقيت نفسي في مؤسسه ايتام، كان عندي بالظبط سنتين، وانا اسمه ده من مواليد 2000 في محافظه حلوان في حدائق حلوان. يعني هم لما لقوك يا فوزي كان في حلوان، كان في حلوان، كان عمرك سنتين. اه عمره سنتين يا جماعه، يعني مش لقيت، يعني عمره سنتين، يعني فعلا يا اما تايه من اهله يا اما كان مخطوف يا اما اي حاجه، ان لو كان لقيط كان بقى قبل كده يعني. طيب ايه اللي انت عاوز تقوله لاهلك لو موجودين؟ اكيد موجودين وعايشين، عايز تقول لهم ايه يا فوزي؟ لا انا بالنسبه لي موضوع ان اهلي والقصه ده، انا بالنسبه لي الموضوع ده مش شاغل بيه دماغي، ان لو في الاخر احنا اي ولد يعني بيبقى عايز اهله وبيبقى عايزهم وهو صغير. انا ما اتكلمت معاك، انا حسيت ان في احتقان جواك شويه تجاههم، قلت لي علشان هم انا كنت محتاجه هم وانا صغير اكتر من دلوقتي. اي واحد بيحتاج اهله وهو صغير. دلوقتي انا اهم فتره كنت عايز فيها اهلي مش كانوا موجودين، فبالتالي هم لو ظهروا دلوقتي في حياتي مش هيبقى في اختلاف برضه. طيب احنا مش ممكن نلتمس لهم العذر ان ممكن يكون يعني خارج عن ارادتهم غصب عنهم؟ يعني ممكن تكون كنت تهت غصب عنها، يعني حد خطفك ووداك في حته بعيد، ده شيء جايز؟ فممكن نلتمس لهم العذر من المنطلق ده، من الباب ده؟ ايوه ممكن، بس هم في الاول وفي الاخر يعني هم حتى لو ظهروا دلوقتي مش هيبقى في فرق بالنسبه لي، ان انا اهم وقت كنت عايزهم فيه مش كانوا موجودين. لو عرفت الاسباب ان غصب عنهم ممكن اكيد هتسامحهم. اكيد طبعا. يعني احنا فوزي تم العثور عليه في حدائق حلوان وكان عمره سنتين. صح كده؟ واتربى وعاش في دار ايتام في العاشر من رمضان، هو حاليا في الزقازيق. طيب الموضوع مختلف معاك شويه هاني، صح كده؟ صح. يعني انا اللي استوقفني ببوست الهاني من فتره كان بيعمل مناشده ونداء لاهله اللي هم حاسس ومتاكد ان هم عايشين، وكان بيطلب منهم ان هو محتاجهم في حياته. احكي لي يا هاني، انا لقوك فين الاول؟ انا لما طلعت في الدار، طلعت لقيت نفسي في دار مكه المكرمه في العاشر من رمضان، فحبيت اقرا الملف بتاعي انا ايه بالظبط، يعني كنت فين وعايز اعرف ملف يعني بيقول ايه. ففتحت الملف اول حاجه قريتها لقيت الملف بيقول انا من البحيره، من البحيره مركز تل بارود. ما هي دي بقى المشكله انا بتكلم فيها شويه، هي ممكن يعني من البحيره وبعدين جه العاشر من رمضان، يمكن يكون وقتها كان في البحيره في شويه في ازدحام في الدار اللي هناك، بس بيبقى في عرقله بقى طبعا لما حد يدور على ماشي، بس مش من البحيره يا جن العاشر، في اقرب من البحيره مش عارفين الملابسات بقى ساعتها، ممكن يكون تم التنقل من مكان لمكان. ست ايام بالظبط.
في الدره في الدره لما فتحت الملف لقيت لها 6 ايام. انت حاسس ان اهلك عايشين يا هاني؟ والله انا انت قلت لي كده. انا حاسس، عشان كده عملت بوست على الفيس عندي استوقفني واستوقف ناس كتير. البوست اللي هو بيناشد وبينادي، وكان حاطط صورته وهو صغير وصورته وهو كبير دلوقتي، وبيقول انا محتاج لحضن امي ومحتاج لسند ابويا، وانا عارف ان هم موجودين ومسامحهم لو كانوا هم يعني خارج ارادتهم ان هم ممكن. ايوه انا طبعا هسامحهم برضه. طب احنا معانا اتصال تليفوني، ثواني، معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. انا الاستاذ حسن عبد الباري موجه دراسات. اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا بحضرتك. اتفضل. كنت بعت لحضرتك في مشكله بالنسبه مسجد سيدي ابو عامر في الزقازيق. ايه مشكله المسجد؟ مشكله المسجد حضرتك في البدروم بتاع المسجد من تحت في كميه كبيره جدا من الميه دي طبعا عماله بتاكل في جدار المسجد، بدات المحاره تقع وتقريبا داخله على الخرسانه بتاعه العمدان بتاعه المسجد من تحت. يعني المسجد محتاج اعاده ترميم او ولا محتاج هدم وبناء من اول وجديد؟ ما انا اقول لحضرتك هي الميه ما احناش عارفين هي دلوقتي الميه دي عذبه يعني ميه عاديه ولا ميه صرف. تمام. لانها بتاكل في الحيطه من تحت المسجد. طيب انا بشكرك عشان بس الوقت. طبعا احنا بنوجه مناشده لوكيل السيد وكيل وزاره الاوقاف، وان شاء الله صوتك يوصل ونكمل ان شاء الله بعد الفاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم. ارجع لك بقى يا فوزي، قول لي انت قلت لي ان في حالات اللي لقوا اهاليهم. الموضوع ده طبعا مستوقفني ومستوقف ناس كتير بعد سنين طويله. احكي لي بقى في الحالات دي. في حالات من عندنا من كانوا اخواتي اللي كانوا معايا في العاشر لقوا اهاليهم بعد الوقت ده كله. ازاي؟ يعني احكي لي التفاصيل، لقوا اهاليهم ازاي بعد الوقت اللي عدى ده كله؟ في منهم بيعمل صور ومنشورات لي على الفيسبوك وعلى المواصل الاجتماعي. بالبيانات يعني بيدخل بيانات وقت ما عثروا عليه وان هو موجود فين؟ في محاضر وقصه معموله لكل واحد مننا، محضر عصور ورقم المحضر والقصه دي، فهو بينزل الحاجات دي على النت. طبعا اللي اهله بيخش برضه جوب على، او مثلا هو كان تايه فاهله اكيد عملوا محضر يعني القديم. محضر، فبيشوف المحضر ده بيطبق على المحضر ده. يعني من خلال المحضر المحاضر القديمه ده بالمحضر استلام الطفل داخل مؤسسه الايتام بيعرف ان ده ابنه وبيعمل تحاليل. بيتواصل معاه وبيعملوا تحليل والقصه دي. ده كام حاله يا فوزي؟ لا اصل الشيء ده يعني الموضوع ده موضوع كويس قوي يعني. احنا لغايه دلوقتي تقريبا 3 او 4 لحد دلوقتي بالفعل لقوا عليه. وبتقولي ان لسه في حالات يعني مشتبهين ان هم قالوا بس. أيوة. لسه على وقفه على التحاليل. طيب ارجع لك بقى يا هاني، انا عايزه اعرف ايه علاقتكم باخواتكم داخل الدار؟ يعني انا عارفه ان انتوا يعني هم اقرب ناس ليكم، اخواتكم اللي بيكون موجودين، اتربيتوا معاهم وكبرتوا معاهم. العلاقه بقى بينكم ايه؟ يعني حتى لو بعد ما سبتوا الدار لسه بتتواصلوا مع بعض؟ لسه العلاقه بقت يعني زي ما كنا احسن من الاول. يعني ايه؟ يعني كان جوه الدار وكنا كاتمين نفسنا، احنا لما طلعنا بره الدار بقى كان كل واحد بقى نعرف نتواصل مع التاني. انا لغايه دلوقتي لسه بتواصل مع كل الاولاد في العاشر. حتى بتروح لهم وهم بيجوا لك؟ انا رحت لهم اخر الشهر اللي فات، اخر مره الشهر اللي فات. تمام. بس ما بنزلش بقى، ما بشغلش دماغي. اظن طبعا انتوا بتحسوا ان انتوا اقرب ناس، يعني اقرب حد لبعض عن اي حد تاني. اقرب ناس ليا اخواتي. لازم. دول اقرب، دي حاجه اكيده في المستقبل اصلا. ده اكيد. واخواتكم بقى الصغيرين، يعني اللي بيكونوا صغيرين في السن عشان انتوا مريتوا بقى بالمرحله دي وكنتوا صغيرين، بتاخدوا يعني بتاخدوا بايديهم وبتساعدوهم؟ طبعا هم في الاول وفي الاخر اخواتنا. يعني الصغيرين دول برضو طبعا. هم في الاول وفي الاخر اخواتنا، وبعدين احنا مرينا بظروف صعبه واحنا عارفين الظروف اللي احنا مرينا بيها وهم لسه هيمروا بيها، فلازم نبقى جنبهم ولازم نبقى معاهم في اي حاجه. احنا عارفين الظروف اللي هم مروا بيها عشان احنا مرينا بيها. ما انا بتكلم انتوا اقرب حد او اكتر حد هيحس قوي بالاطفال دي. طبعا. تمام. ارجع لك بقى يا هاني، انا اعرف ان انت عندك عقل اختراعي وبتحب الاختراعات، بس طبعا هي المشكله طبعا في نقص الامكانيات او الفرصه اللي تجيلك اللي ان 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 يتم اكتشافك بقى بشكل مظبوط. انا كنت انت اخترعت قبل كده؟ احكي لي ايه الاختراع اللي انت عملته؟ انا اول اختراع عملته ونش خشب. قلت اصممه الاول على الخشب اشوف
اللي هيوصل لغايه، لقيت الامكانيات بتاعتي الخشب عملته نفس الخشب كده بونش اللي هو بيرفع اثقال ثقيله. عملت نفس الامكانيات بس ايه بنظام هيدروليك وبساتم بقى. انت خدت عليها احسن مشروع في الفن الصناعي بس انا عملت اول تنفيذ يدوي الاول. كان ايه الامكانيات اللي انت استخدمتها؟ رحت جايب بقى الامونيا، جبت الامونيا وجبت ازاز وجبت مسدس اللي هو الشمع ده اللي بيلزق الامونيا وجبت يعني كان عندي اصلا كل العده اصلا انا عم بقى الامكانيات بس كل انا كنت واقف عليك اشتري الالومنيا ونشتري السرنجات. طب هنرجع اتكلم معاك تاني نكمل موضوع الاختراع ده عشان الموضوع ده مهم جدا. بس معانا اتصال تليفوني زيدان. استاذ زيدان اهلا بيك. انا ده استاذ امير. مساء النور اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا حابب اشكرك اولا واشكر البرنامج استاذ اميره والقناه كلها وفرقه الاعداد. انا مع حضرتك من بدايه البرنامج وردك على الضيف اللي كان جاب موضوع الشباب. ربنا يا رب يجزيك خير على كل كلمه ورد عليها. متشكره جدا حضرتك. اتفضل. لكن انا احب انوه استاذ اميره موضوع ميراث النساء في الصعيد. يقع تحت رحمه اعراف وتقاليد الرجال. ما زالت المراه مهضومه، مهضومه حقها عن حق التحاضر، ما فيش حقوق. مع المخالفه للشرع، المخالفه للقانون من الاحكام المصريه مثل المواريث، ما فيش اي ادنى حقوق للمراه. يعني واللي بيدي حق بيدي مراضاه. مراضاه يعني لا تمثل نسبة 10%. طب يعني لحظة استاذ زيدان بعد اذن حضرتك، هو ده مش ميراث قانوني؟ يعني اي ست المفروض ان هي مثلا بعد يعني موت ابوها او كده بتعمل حقها الشرعي الميراث انها تاخده؟ ولا قصد حضرتك ان الاب من 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 بادي الامر هو بيحرم بناته اصلا؟ والله يا استاذ امير هو في الحالتين موجودين. يعني احيانا الاب بيكتب الاراضي لاولاد الذكور بنسبه ضئيله جدا. يعني الموضوع ده لسه موجود؟ الموضوع ده احنا كنا بنسمع عليه قديم، يعني الموضوع ده لسه موجود ان هم فعلا بيحرموا الاناث من الميراث ده بيحصل؟ يا استاذة اميره ما زال موجود. بالعكس ده هو الذات في الايام الاخيره مع كل ازمات اقتصاديه. ايوه. طيب متشكره جدا لحضرتك وصلت. طبعا الموضوع ده يعني احنا بنستنكره تماما، يعني بكل الاعراف وبكل الاديان ان موضوع يعني حرم الست او الفتاه لمجرد انها ست من الميراث طبعا ده حرام، وحرام شرعا لا يجوز لا شرعا ولا قانونا، لان الست دي بتحتاج حقها الشرعي القانوني المال زيها زي الراجل بالظبط دلوقتي. فطبعا دي مشكله كبيره يعني ارجو النظر ليها. ارجع لك تاني يا هاني كلمني بقى عن موضوع الاختراع. عملت بقى الونش، جبت كل الامكانيات وعملت الونش الامونيا وعملت له عجل وشغلته بدون اي مساعده. هاني ما حدش ساعدك فيه؟ لا هو صراحه في واحد ساعدني اللي هو كان مدير الدار في هو كان برضو انا باخد لا اتجاه فكري يعني انا قصدي ان انا جبت اتجاه فكري انا قصدي في كده عشان كنت في مصنع عربيات. الفكره عموما هي فكرتك بس دي فكرتي بس انا كنت باخد استشير في مثلا ايه مثلا الونش الصينيه بتاعته تعمل ازاي والحاجات دي اللي هو الدوار يعني تلف بمنبلي هو استشارني برضه ورحت بيه اخدت على المركز. انا ما بعرفش ان هو ياخد المركز الاول يعني دخلنا في وسط اختراعات كثيره في سلطان عويس في العاشر جنب الدار عندنا. فانا ما صدقش اللونش ده ياخد ايه الاختراع الاول. فمدير الفن الصناعي نزل فقيم احلى اختراع يعني. انا شفت صورك وشفت صور تكريمك. فكرمني اداني مكافاه وعلى اللونش اللي انا كنت عامله واخد المركز الاول على المستوى الشرقي فن الصناعي. تمام. طبعا يعني احنا بنناشد رجال اعمال وبنناشد الساده المسؤولين بتبني يعني عقل وموهبه هاني، يعني لما يكون في السن اللي كان فيه ويعمل اختراع وكمان انت كان بالكهربائي. لا انا كنت بعمل الكهرباء كل حاجه فيه. يعني ده يعني بعقله بفكرته يعني بجد ده شيء يستحق التقدير ويستحق ان احنا نبص يعني ايه ناخد بايده. فانا كنت عايز اسعى في الموضوع ده بس ما لقيتش حد يساعدني كده اصلا. لا احنا طبعا بنوجه دعوه ان شاء الله ان انت تلاقي حد يساعدك وتحتاج الموهبه دي تحتاج تتبنى في الدول الاوروبيه. اول ما بيلاقوا بس يعني اي فكر باي نوع او حتى بدايه فكره بيتبنوها على الفور وبيتحلها كل الامكانيات. ارجع لك بقى ايه طلباتك دلوقتي؟ انتوا عايزين ايه؟ محتاجين الدفتر التوفير ده اكيد. هو ده حاجه اساسيه بس احنا عايزين طبعا احنا في مشاريع اسمه ده فخامه الرئيس بيعملها. تمام.
اللي هي اسمه ده المباني السكنيه والقصه دي. فاحنا احنا عايزين، سمعنا ان في فكره يعني انت عاوز ان الفكره دي تتروج اكتر انت نعملها على الفيس وتتنفذ ان شاء الله، اللي هي المباني السكنيه في مدينه العاشر. ان يتم تخصيص وحدات ليها خاصه بالايتام. عايزين وحدات خاصه بالايتام كلهم، يعني مش على عموم العاشر والزقازيق بس، يعني ايتام مصر كلهم. ان احنا لازم يعني الدوله لازم تقف جنبنا وتساعدنا، فعلى الاقل كل ولد شقه وكل واحد مشروع، وتحت رقابه الدوله، تحت اشراف الدوله برضه. طبيعي، ده حقكم. وانا سمعت ان سياده الرئيس فعلا هو يعني في فكرته الاتجاه ده، ان هو يخصص وحدات للايتام، خصوصا الايتام دول على وجه الخصوص بتعد دار العاشر، هم يعني الايتام الوحيدين اللي في الجمهوريه اللي طلع من غير لاسباب دفاتر ما فيهاش اي مبالغ ماليه يقدروا يبتدوا بيهم حياتهم. فعلى الاقل احنا نطالب ليهم الوحدات السكنيه اللي سياده الرئيس وعد بيها. متشكرين جدا، نورتونا مشاهدينا، اشكركم على حسن المتابعه، والى لقاء قادم وحلقه جديده وبرنامجكم اقوى الكلام، انتظرونا.